وبهذه المناسبة أريد أن أبين أمرا في غاية الأهمية، وقد كنت بينته في السابق مرارا وتكرارا. دار الإفتاء والمفتي ومجلس البحوث لا يمثلهم أحد تمثيلا مطلقا، وليس لأحد أن يتكلم بالنيابة عليهم، فلم يعطوا لأحد توكيلا مطلقا يتكلم باسمهم. فلا يمثل دار الإفتاء إلا ما ينشر في صفحتها، ولا يمثل ما يقوله المفتي إلا ما يقوله بنفسه، ولا يمثل ما يقوله مجلس البحوث إلا ما ينشر عنهم بصورة صحيحة منشورة في صفحة دار الإفتاء، لا في الصحف المزورة، لا في الصفحات المزورة.